وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي يوسف أيوب. بعد التحية أستاذ يوسف، يعني في أقل من يومين الآن اطمأن الشعب المصري على كل الجنود وكل من كان من المصريين على الأراضي السودانية، وكانت القوات المسلحة، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه وترأسه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة اطمأن المصريين جميعا. الآن يعني اطمأن الشعب المصري بأكمله على المصريين سواء كانوا من العسكريين أو المدنيين الموجودين في السودان. خليني أقول لحضرتك منذ البداية، منذ اللحظة الأولى لم يساور أي مصري الشك في أن الدولة المصرية ستتحرك لتأمين كل المصريين المتواجدين على الأراضي السودانية، سواء من خلال تكليفات ومتابعة مباشرة من رئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن تحرك لكل أجهزة الدولة المصرية المعنية بهذا الملف. وده كان واضح جدا منذ اندلاع الشرارة الأولى للنظام العسكري في السودان الشقيق، الذي نتمنى يعني ان نصل الى حل له في اقرب فرصه حتى نجنب شقانا او يتجنب الشقانا في السودان الاستقلال الداخلي. وبالتالي كان منذ اللحظه الاولى كان كل المصريين مطمئنون ان الدوله المصريه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ستتحرك في كافه الاتجاهات وكافه المسارات لتامين اولا تامين المصريين المتواجدين هناك، سواء القوات المسلحه التي كانت متواجده في السودان وفقا ل او في مهم التدريب وفقا لبروتوكول تعاون موقع ما بين البلدين مصر والسودان، او حتى المدنيين المتواجدين هناك سواء بعثه الري سواء الطلاب المصريين الذين يدرسون في السودان، او اي مصري شاءت الظروف او شاءت الاقدار ان يكون متواجدا على الاراضي السودانيه في هذه الظروف العصيبه. كان كل مطمئن ان الدوله المصريه كما فعلت طبق في امور مشابهه انها لم تترك المصريين في السودان، وانما ستتحرك على كافه الاتجاهات وفي كافه المسارات لتامين اولا تامين وجود تامين عودتهم الى الاراضي المصريه، وهو ما حدث اليوم. وبالتالي ما حدث اليوم هو استكمال لمنظومه او استراتيجيه تقوم بها الدوله المصريه تجاه كافه الابناء المصريين في الخارج من خلال تكليفات ومتابعه دقيقه ومباشره من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وده زي ما قلت لحضرتك شفناه قبل كده، شفناه في اليمن، شفناه في افغانستان، شفناه في دول اخرى صديقه وشقيقه تعرضت لظروف خاصه قدرت ان الدوله المصريه ان تتدخل لتامين تامين اجلاء الجاليات المصريه من هذه الدول. نعم. أيضا يعني إذا أردنا أن نفسر أو نحاول أن ننظر في البيانات المختلفة، سواء حتى من بيان الخارجية المصرية، بيان الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، أو حتى بما خرج به البيان الخاص بميليشيا القوات السريع وما إلى ذلك، كيف تجد يعني هذه البيانات فكرة التعاون ما بين الجهات المختلفة سواء الدول الشقيقة أو حتى بين يعني توجيه الشكر من ميليشيا الدعم السريع للرئيس عبد الفتاح السيسي للدولة المصرية، وإن كان هناك حرب بينها وبين الجيش السوداني، لكن هناك تأكيد على الأخوة بين الشعبين المصري والسوداني في كل البيانات. خلينا نقول لحضرتك يا استاذ محمود، لو احنا نظرنا لكل المشهد النهارده والبيانات اللي حضرتك تحدثت عنها وحتى المسارات الاتصالات والتصريحات سواء من الاشقاء في السودان او حتى من الاشقاء العرب او الاطراف الدوليه والاقليميه المعنيه بما يحدث في السودان حاليا، وايضا ما تحدث او اشرت اليه حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ايام في خلال ترأسه لاجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحه، كل هذه الامور وما حدث اليوم من تامين اجلاء القوات المصريه من السودان، كل هذا يؤكد مجموعه من المعطيات المهمه التي لا يجب ان تغيب عن بالنا. اول معطى بالنسبه لنا ان مصر تحتفظ بعلاقات قويه ومتوازنه مع كافه الاشقاء السودانيين، وانها الاكثر ادراكا بطبيعه التباينات الداخليه في السودان، وتتعامل مع هذه التباينات وفقا لرؤيه مصريه واضحه تؤكد على انها تحتفظ بعلاقات قويه وعلاقات انها
لا 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 تقف مع جانب ضد جانب اخر، وده اللي كان من ضمن مؤشرات ما حدث اليوم، ان كما ذكرت حضرتك الدعم السريع بيوجه شكر الدوله المصريه، امس القوات المسلحه او الجيش السوداني يتحدث عن علاقات قويه مع الدوله المصريه، اي كل اشقاء السودانيين حتى في القوى والاحزاب السياسيه كلهم يتحدثون على ان الموقف المصري هو يتسم دوما بالحكمه والتعقل، وهذا ما يسمح للدوله المصريه بان يكون بان تكون كما يعني تحدث دوما انها صاحبه ورقه بيضاء في عندما تتحدث عندما تتعامل مع الملف السوداني او مع الاشقاء السوريين او عندما ايضا تتعامل مع كافه الملفات العربيه. هنا لا نتحدث عن حياد كما يشير البعض، ولكن نتحدث عن ان مصر تدرك طبيعه التباينات الداخليه في السودان. مصر منذ قديم الازل تحتفظ بعلاقات قويه مع كافه الاشقاء السودانيين، كل هذه الامور جعلتها ان يكون لها كلمه مسموعه، ان يكون تدخلها له تاثير وله اثر في السودان. كل اشقاء السودانيين يدركون ويعلمون جيدا ان ليس للدوله المصريه اطماع في السودان، وان الهدف الرئيسي لمصر في السودان هو ان تنعم السودان وينعم الاشقاء في السودان بالامن والاستقرار، وان تخطو الى المستقبل بخطوات متسارعه، وان تتجنب او تتجاوز ما تمر به الان من صراعات او من ازمات عسكريه وازمات سياسيه. هذا هو المعطى الاول، ان مصر تحتفظ بعلاقات قويه ومتوازنه مع كافه الاشقاء السودانيين. المعطى الثاني ان مصر هي تقف دوما خلف ابنائها اينما تواجدوا وايا كانت الظروف المحيطه بهم اثناء تواجدهم، بما لا يدع مجال الشك بقوه الدوله المصريه وقدرتها على حمايه ابنائها في الداخل والخارج. وكما اشرت حضرتك ما حدث اليوم في السودان وما حدث قبل ذلك في افغانستان وما حدث قبل ذلك في اليمن وما حدث قبل ذلك في بقعه او في دول اخرى تعرضت لظروف مشابهه، كان هناك تدخل سريع من الدوله المصريه للحفاظ على اولا على امن وسلامه الجاليات المصريه، ثم نجاح عمليه ادلاء. الامر الثالث او المعضل الثالث ان ما حدث وكما حضرتك اشرت في البدايه هو تاكيدا على التناغم والتنسيق رفيع المستوى بين كافه الاجهزه والمؤسسات المصريه، تاكيد على اننا امام دوله مؤسسات، نتكلم على مؤسسات تعاونت، مؤسسات مصريه تعاونت منذ اللحظه الاولى في وضع وهو موجود في كل يعني دول العالم يتم هذا التنسيق، راينا عدد كبير من الدول الكبيرة تتعامل في كل البلدان التي يحدث فيها نزاعات. طبعا أنا بشكر حضرتك على هذا التحليل الوافي ووجودك معنا الكاتب الصحفي يوسف أيوب، شكرا جزيلا لك.